أصدقاء الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، من تونس من المهرجان الدولي المحرس، ومعنا ضيف فنان تشكيلي باحث وكاتب من ليبيا، الأستاذ الفنان عدنان معيطق. مرحبا بك. أهلا وسهلا بك يا أستاذ محمد، وشرفنا يعني بحضورك هنا، يعني كانت الفرصة سعيدة وزادت يعني بحضورك وبتألقك في معنا في الورشة هنا. جميل، أنت ترددت على هذا المهرجان للمرة هذه الثالثة، إذن أكيد أنه لك انطباع ولك فكرة عن هذا المهرجان وعن من تردد عليه يعني من قبل. نتكلم عن الورشات وبصمات التي تركها من تردد على هذا المهرجان، بما في ذلك تجربتك وحضورك اليوم. طبعا مهرجان المحرس للفنون التشكيلية غني عن التعريف، ولكن من خلال وجهة نظري يعني هذه ثالث مرة نشارك بها هنا. كانت المرات السابقة كانت يعني منذ ما يقارب 10 سنوات أو أكثر يزيد، يعني كانت في 2005 المشاركة الأولى، المشاركة الثانية كانت في 2009 وهذه المشاركة الثالثة. طبعا من خلال المشاركات السابقة يعني تلقينا مع كثير من الفنانين العرب وحتى الفنانين الأجانب، يعني ذوي التجارب والخبرات العميقة في التشكيل، يعني استفدنا منهم واستفادوا، يعني كنا في 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 بالذات يعني في المهرجانات كانت الحوارات الجانبية أهم من بالضبط، أهم من الندوات ولا الأشياء المرتبة يعني. فكانت الفائدة أعتقد أنها هي عمت على الجميع، وتعرفنا على ناس تواصلنا معهم حتى في مهرجانات أخرى وفتحت أفاق لنا وللكل. يعني كتبت على مهرجان المحرس، أنت فكر فيه في المشاركة الثانية، مقالة كان فيها يعني في الدورة الذكية في الدورة 22 نتذكر فيها يعني، والدورة 30 يعني من 8 سنوات فاتن، على تكريم الأستاذ الفنان سامي بن عامر وتكريم الفنان محمد الجلوس والفنان سامي بن عامر ومحمد الجلوس. ايه بالضبط. فيعني تكلمت وكتبت مقالة حتى كان عنوانها تكريم وتكريس للفنون التشكيلية في المحرس، بمثابتهم انهم هم يعني من رواد الحركة التشكيلية في بلدانهم وفي ومعروفين في المنطقة العربية. وكانت يعني مقالة كشفت يعني على كثير من الأشياء الجميلة اللي تحدث في المحرس، وأعتقد أن المحرس مهرجان ساهم في 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 الرقي بالضائقة التشكيلية العربية، يعني مش حتى مقتصر على منطقة معينة ولا جهة معينة، أصبح يعني وجهة الفنانين العرب كل ككل، الكثير منهم اقتنع بأنه هو ضروري ما يساهم ويشارك في هذا المهرجان ويكون عنده حضور، لأن المهرجان أصلا هو مهرجان ناجح بجميع المقاييس. لو أخذنا مثلا مقياس الترتيب والاستقبال والحضوة اللي يعني يلقوها الفنانين في 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 هنا في المحرس وكانهم بين أهلهم يعني، وإلى جانب الأمور الأخرى من يعني استضافة نقاد فنانين واستضافة فنانين متخصصين في الفنون التشكيلية وإقامة الورش للفنانين وإقامة ورش الأطفال أيضا، يعني كل هذا ساهم في 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 رقي الحركة التشكيلية وظهر الفن هذا يعني عم الشارع. يعني لما تجي للمحرس تعرف أن هي مدينة تشكيلية بامتياز، يعني من النصب والمنحوتات الجميلة اللي تركوها كل من عبر هنا يعني. فهي أعتقد أن المحرس مش غريب عليها، لأن هي امتداد لزيارات سابقة كان الموقف في بداية القرن لبول كلي ولأغوست ماك
والكثير من الفنانين يعني اللي انبهروا بإضاءات الشرق وبجمال هذه المنطقة وسحرها، فكانت ليهم الريادة في إضفاء يعني ما هو جديد على الفن التشكيلي العالمي بصفة عامة والفن التشكيلي العربي بصفة خاصة. بعدها يعني بعد ما دخلنا يعني خصوصا ما سميت بلوحات تونس لبوركلي ولي ماك، ظهرت المدرسة اللي هي احنا عندنا منها في ليبيا اللي هي احنا نقولها المدرسة الغدامسية، هي مدرسة عالمية طبعا لكن كل محلية بيسموها بمحليتهم يعني. فكانت مثلا زي محمد عبية من ليبيا وعلي الزويك من ليبيا، كلهم يعني من مؤثرات اعتقد ان هي من تأثيرات مدرسة تونس في بداية القرن، وهم طبعا طوروها واضافوا لها يعني الكثير من خصوصيتنا ومن محليتنا في ليبيا. وفي تونس نفس الشيء، في فنانين تأثروا بهم وطبعا أثروا حتى كانت موجة كبيرة هي تسونامي، كانت أثرت حتى في الفن العالمي، فكانت مفصل من مفاصل الفن التشكيلي الدولي طبعا. وهذا يرجع جزء منه أقل شيء من بوش بقوله كله إلى مكان اللي هو قاعدين فيه توا اللي هو المحرس يعني، وتونس بصفة عامة لأنها هي بلد جميل ومضياف وملهم يعني للكثير من الفنانين العالميين والعرب بعد. جميل. الآن نتحدث عن ليبيا المستوى التشكيلي، نتحدث عن ميتق عدنان. ميتيك يعني الاسم دائما ميتيك عدنان، يعني في خيام التجديد والمعاصرة والحديث عن الفنون المعاصرة، ماذا عن كل هذا اعتمادا على المرجعية، من أين أنت ومن أين تستلهم ومن أين تستمد نفسك حتى لا نخون، حتى نعكس بالضبط الإضافة التي جاء بها الفنان المغاربي بصفة عامة؟ طبعا بدايتي ككل أي فنان يعني، لو كان ندرس تاريخ الفن وتاريخ كل فنان ممكن ندرس تاريخ الفن وتاريخ كل فنان نعرف أن يعني بدايتها كانت منذ الطفولة يعني، واستهواها الرسم بشكل أو بآخر، شجعوه ممكن الوسط الوسط الأسرة أو الوسط الحاضن للطفل هذا والفنان. بس دراستي ما كانتش أكاديمية، دراستي ما كانتش أكاديمية، كانت يعني اجتهاد شخصي واطلاع بشكل شخصي، طلعت على تجارب محلية وتجارب عالمية وقريت تاريخ الفن باجتهاد شخصي بروحي يعني بنفسي هيك. وممكن كانت تواصلي مع الكثير من التجارب المهمة العرب والأجانب وحضوري لمهرجانات زي ما قلنا في المحرس ومهرجانات يعني، حضرت في تركيا وشاركت في أكثر من مكان، شاركت في بريل في المملكة المتحدة، شاركت في يعني شاركت في فرنسا في إيطاليا بعد لوحات وكذا. والتواصل في الإنترنت حتى هو يعني أعتقد أنه يعني يعني كان له يعني دور كبير في تنمية دائرة البصرية. ومع إضافة زيارة المتاحف العالمية طبعا، إحنا ما فيش فنان إلا ما يكون يعني مطلع على تجارب الرواد من الفنانين طبعا. كنت نقرأ على مثلا سيزان، على بيكاسو، على حتى روفائيل، على كذا، وكيف أنهم هم يشتغلوا، كيف يدرسوا في التشريح وكيف كذا. فلما مشيت لي للمملكة المتحدة يعني زرت التيت جاليري، ده التيت جاليري بمثابة اللوفر في 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 باريس طبعا، بس أقل شهرة، وأتاحت لي هذه الفرصة أنني نطلع على تجارب حتى روفائيل يعني وماتيس وسيزان والنحات الفرنساوي سيزار والكثير من الأعمال الكلاسيكية والحديثة والفنون ما بعد الحداثة وفنون البوب آرت زي مثلا بيتر بليك ويعني الإنجليزي ديفيد هوكني، أعمال عن قرب، وطلعت عليه يعني الكثير من
تجاربه على فلسفاته هو عن طريق الكتيبات اللي كان قد وكان هو الكل كان اجتهاد شخصي وتواصل مع التجارب الفنية. من أسس كل هذه المدارس صح هو أنهم أفراد يعني ما كانواش مؤسسات ولا كانوا جامعات. مع إضافة أنني يعني تخصي في الدراسة كان مهندس صناعي. الهندسة الصناعية كنا في الأساس نقرأ يعني الرسم الصناعي ونقرأ في كان وشائج بين دراستي وبين الرسم اللي هو الرسم الهندسي وكذا وأضاف لي بالتأكيد يعني رغم أني حتى لما كنت نقرأ في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الكلية يعني في الـ كان الرسم الهندسي بالنسبة لي يعني شيء بسيط جدا مش بصعوبة المواد الأخرى زي الرياضيات وزي الأخرى فكانت عدة ظروف دخلت في تكويني الفني. أكيد أنه مستقبل الفنان الذي له تكوين ودراسة أرضية فيما يخص الهندسة الصناعية أكيد أن الفن مستقبلا في عالمنا العربي يحتاج إلى فناني العمل الفني الوظيفي لنتقدم يعني في الجانب الصناعي والذي لا يمكن فيما إذا لم تتواصل الجامعات الفنية بالجامعات العلمية التقنية صح. في عجالة أعطيني الكلمة التي تريد أن تختم بها. والله يعني نشدد على الدور الثقافي والفني بالذات لأن الفنون التشكيلية دائما على الهامش والثقافة على الهامش أيضا. إذا الرسم هو على هامش الهامش فمشكلة يعني وهذه لاحظتها في جميع في أغلب الدول العربية فيعني ما فيش اكتراث للتجارب الفنية ولا لإقامة ملتقيات ولا لإقامة معارض ولا لتشجيع الفنانين على أنهم هم ينجوا ويبدعوا. هو الفنان ما يحتاجش تشجيع بالتصفيق مثلا هو يحتاج تشجيع بأنك أنت تهيأ للمكان وتهيأ للظروف ومش محتاج يعني أنه مش هو لأنه فنان لا يتسول ولا يعني يستجدي أحد بل هو المؤسسة والمجتمع هو اللي محتاج للفنان. وإذا نظرنا إلى تاريخ العالم يعني وكيف تطور الشعوب تطور من خلال فنونها وبالتالي علومها لكن في الأساس كان أن الفنون تسبق العلوم. يعني وهذه تجارب كثيرة تكامل مدارسها. نشكر الفنان الأستاذ عدنان معتيق الله يبارك فيك على ما تفضل به آملين اللقاء ببعض من الفنانين الآخرين الذين حضروا هذا الملتقى وشكرا جزيلا. شكرا أستاذ محمد وشكرا على رحابة صدرك وشكرا على نشاطك اللي يعني مقدرة جدا في مجال الفنون التشكيلية لأنك أنت يعني خرجت من نطاق المحلية والإقليمية وتعتبر في كل الفنانين العرب أخوتك وزملائك وأبنائك طبعا وأشد على أيديكم وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا صديقي الله يبارك فيك.